الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله جعل بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا وبعد كل عسر يسرا وبعد كل شدة فرحا وسرورا وبعد الهجرة عزا وتمكينا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في أرض المحشر. لم يهدأ له بال حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. فالصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان عليه وعلى آله وأصحابه وحزبه والداعين بدعوته إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تفرج هم المهمومين، وأن تكشف كرب المكروبين، وأن تغير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم كن للضعفاء والمساكين والمشردين والمسجونين في سبيلك يا رب العالمين. آمين آمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله واعتصموا بحبله المتين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم اغفرنا أن نكون من عبادك المتقين. آمين آمين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نحن مقبلون على عام هجري جديد، أيام قليلة تفصلنا عن عام هجري جديد. وهذا العام تزداد فيه المسؤولية في ظل ظروف نجد المسلمين يهاجرون من بقاع الدنيا عبر البحر والبر وعبر الجو. هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك مكة وهو يحبها، لم يتركها خوفا على نفسه، إنما حماية للعقيدة وللدين وحماية للمسلمين. لقد ضاق أهل مكة ذرعا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا قديما: وما ضاقت أهل وما ضاقت أرض بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لم يستطيعوا أن يتحملوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما يحمل من مشعل خير للبشرية، لأنهم أصحاب مصالح، لأنهم أصحاب دعوة فاسدة، لأنهم أصحاب عقيدة لا ترى إلا نفسها، لا أريكم إلا ما أرى. وهذه حال هذه الأمة نراها اليوم في مشرق الأرض ومغربها، كيف أنهم يهاجرون ويتركون أوطانهم، والكل منهم يتحرق شوقا إلى أهله ووطنه وإلى أبنائه وإلى تراب هذه الأرض الطيبة التي تركوها قصرا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يترك مكة ينظر إليها وتدمع عينه ويقول: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكثير منا أيها الأفاضل ممن يجلس في هذا المجلس المبارك، لولا أن أهلها أخرجوه منا ما خرج. نحن نعيش في ظل ظروف وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد أمني، لذلك كثيرون هجروا أوطانهم رغما عن
محبتهم وقصرا، ولكن الله تبارك وتعالى ايها الاحبه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه سيرد الى مكه، وقد ارجعه الى مكه، وكذلك وعد عباده المؤمنين انه سينصرهم. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. فان شاء الله تبارك وتعالى لا بد ان يتغير الحال ويرجع الامر الى اصله، ويرجع المسلم الى دياره، ويتغير حال المسلمين. امين يا رب العالمين. وهذه سنة ماضية ايها الاحبة، سنة بدأت مع الانبياء، لان اهل الحق والباطل في صراع الى قيام الساعة، واصحاب المصالح لا يمكن ان يتفقوا مع اصحاب المبادئ. فاصحاب المصالح بالنسبة لهم مصالحهم يضحون بكل شيء من اجل مصالحهم، حتى بعض المسلمين يضحون بدينهم من اجل مصالحهم. اما اصحاب المبادئ فيضحون بكل شيء من اجل مبادئهم، وهذا حال الانبياء ايها الاحبة الافاضل. فنوح عليه السلام وسيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا لوط عليه السلام: اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اخرجوهم من قريتكم، اطردوهم من ديارهم. لماذا؟ ما هو الذنب العظيم الذي اقترفه لوط ومن معه؟ انهم اناس يتطهرون. اصحاب المصالح، اصحاب الشهوات، وجدوا ان في لوط عليه السلام ومن معه من اصحاب الاخلاق الفاضله تهديد لمصالحهم وتهديدا لشهواتهم، فلا يمكن. لذلك اخرجوا آل لوط من قريتكم، وذنبهم انهم اناس يتطهرون. موسى عليه السلام قال: يا موسى ان القوم ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج. اخرج يا موسى. طيب لماذا يخرج موسى؟ ما الذي فعله موسى؟ لانه وقف امام فرعون، لانه وقف امام قارون، لانه يحب الحق وياتمر بامر الحق تبارك وتعالى. لذلك ضاق فرعون ذرعا وضاق قارون ذرعا من موسى ومن معه، وقد مر معنا في هلاك الظالمين وكيف ان الله تعالى يمد للظالم ولكن اذا اخذه لم يفلته. اخرجوا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم، سيدنا عيسى عليه السلام، وما تعرض له اصحابه، اصحاب الكهف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون بك. فهو منذ أن أعلنها ملوية أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: تبا لك لي هذا دعوتنا. ليس لهذه الكلمة فحسب، هم يعرفون معنى هذه الكلمة ومغزى هذه الكلمة. مسألة ليست كم يمكن يقولون مع من يقول لا إله إلا الله وانتهى، ولكن حينما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا رب يعبد ولا يؤتمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا شريعة إلا بشريعته، ولا التزام إلا بما أمر سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن الفواحش، أن تبتعد عن كل ما فيه ظلم للنفس وللبشر وما فيه ظلم لله تبارك وتعالى، فهم يعرفون معنى هذه الكلمة. ولكن تضارب المصالح، فهم متكبرون متعجرفون، عندهم مصالح مادية، مصالح اجتماعية، فلان زعيم، فلان رئيس، مستعد يبيد البشرية كلها من أجل أن لا ينزل عن كرسيه. وهذا ما فعله فرعون سابقا، وما فعلته قريش، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، معروف لديهم بأنه الأمين، بأنه الصادق، ومن خلال هجرته عليه الصلاة والسلام رد الأمور الأموال إلى أهلها. يعرفونه، يعرفون تاريخه منذ ولادته، يعرفون نسله، يعرفون حياته كلها صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطيعوا، لأن المصالح الذاتية الشخصية تتعارض مع المبادئ. والله تعالى قد أمر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمه، وقال له قبل ذلك جده، قال: يا ابن أخي ماذا تريد؟ القوم جاءوا إليك، بدك مال نعطيك، بدك زوجة أعطيناك، بدك ملك ملكناك، اترك الأمر، خلي الناس تعيش، خليهم مبسوطين، خليهم في غيهم،
خليهم في ظلمهم، خليهم في شهواتهم، خليهم فيما هم فيه. لكن المسألة ليست بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة أمر إلهي. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا والله يا عم، وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضيره الله أو أهلك دونه. مسألة ليست بيدي، إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا رسول، إن أنا إلا مؤتمر بأمر الله تعالى. واليوم وما نراه اليوم، الدنيا كلها اجتمعت من أجل ماذا؟ أجل مصالح مادية، مصالح اجتماعية، سياسية، دينية تحت غطاء دينية، من أجل مصالح كرسي، من يملك. حينما ترى الواقع الذي تعيشه المجتمعات اليوم في فلسطين، من الذي يريد أن يتملك؟ في الشام، من الذي يريد أن يتملك؟ في العراق، من الذي يريد أن يتملك؟ كلها مصالح. لذلك أصحاب المصالح وأصحاب المبادئ لا يتفقون، وكان ذلك أولهم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاختار أن يخرج من مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فما نراه اليوم من المكر من الأمم المتحدة، وما نراه من المكر لدول عربية ودول غير عربية، هم يظنون أنهم سيبقون. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم صالح؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين أبا جهل؟ أين هؤلاء كلهم؟ أين من رأيناهم جثوا على صدورنا وقلنا لن يأخذهم الله فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ فلن يدوم هؤلاء. وهذه حال الدنيا، يوم يذهب ويوم يجيء، وأناس يذهبون وأناس يجيئون. خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة لحماية الدعوة ولحماية المسلمين ولحماية الدين. وحينما ترى آثار خطوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من مكة إلى أن وصل إلى المدينة، ففي كل خطوة درس من الدروس، كل خطوة درس من الدروس، ولا يمكن أن نحصي هذه الدروس والعبر. سنقف عند بعضها ببساطة. من أهم هذه الدروس أيها الأحبة التضحية. التضحية، نجد أبا بكر ضحى بماله، ضحى بنفسه مصاحبا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متمثلا بهيبة الرجال، تضحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الفتى العظيم الشجاع الذي ضحى بنفسه ونام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. تضحية المرأة متمثلة بخديجة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها التي كانت حامل وتصعد عبر الجبال الوعرة إلى جبال جبل ثور من أجل أن تعطي النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه الطعام. كذلك عبد الله بن أبي بكر، تضحيات، تضحيات الجسام من أجل ماذا؟ من أجل الله ورسوله. وأنا أريد أن أسأل نفسي وأسألكم، كل واحد منا يسأل نفسه، ماذا قدمت لهذا الدين؟ بماذا ضحيت؟ ما هو هدفك؟ من أجل ماذا تعيش؟ هل تعرفون أن كثيرين من المسلمين مستعدون أن يضحوا بالدين من أجل مصالحهم؟ بكل شيء جملة وتفصيل، من أجل شهواتهم؟ إلا من رحم الله ووفقه الله عز وجل، ونسأل الله أن نكون منهم. وما نتلو هذه الأحداث إلا من أجل أن نرتقي أيها الأحبة، شبابا ونساء ورجالا، أن نعيش على هذا المنهج الذي سار عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل منا مهجر من بلده، بعضنا مهجر لظروف اقتصادية، بعض منا لظروف سياسية، بعض منا لظروف أمنية، وكل منا يتمنى، وما يعرف الغربة إلا من تذوق طعمها حتى لو كان مرتاح ماديا، ولكن دائما يحن إلى موطنه، إلى بيته، إلى المكان الذي تربى فيه. حتى أن البعض منا حينما يموت يوصي بوصيته أن يرجعونه إلى بلده. هذا حب الوطن، فطرة فطرها الله عز وجل في قلوب عباده. ما هو هدفنا؟ بماذا نضحي؟
سيدنا أبو بكر ضحى بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو واحد الآن ضحى بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك؟ تجده في الشوارع ما أحد يسأل عنه. اليقين الذي وصل إليه أبو بكر لم نصل إليه بعد، ولكن أقل القليل أن يكون للمرء تضحية، ضحي بأي شيء. فنحن في هذه الغربة إذا لم نضحي، وقد ضحينا بأرضنا وأهلنا وضحينا بكل شيء، ينبغي أن نضحي كذلك لنصرة هذا الدين في مثل هذا البلد، أن نتناصر ونتعاون كلنا على قدرتي. الشباب، أنت تريد أن تضحي، بماذا تضحي؟ ضحي بنفسك لله عز وجل، وتجنب المعصية، تجنب بؤر الفساد، تجنب أصحاب السوء. إذا لم يكن لك ما تضحي به، من وفقه الله للمال لا ينفع معه الصيام، ضحي لنصرة هذا الدين بما يسر الله لك من مال، لتقوم المؤسسات وتكون هناك نصرة. حينما رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة يستقبلون المهاجرين، ومدح الله المهاجرين ومدح الله الأنصار، ولكن لا المهاجرين استغلوا الأنصار ولا الأنصار تركوا المهاجرين، كلاهما أخذ بزمام المبادرة، وكل قدم على ما تيسر له، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآن بعض المسلمين يضيق ذرعا من المهاجرين، مع أنه لم يدخلوا بيته ولم يطعمهم من طعامه، ونرى في واقعنا كيف أن كثيرا من المسلمين استغلوا نساء المسلمات وبنات المسلمات، واستغلوا حاجاتهم. أين المهاجرون وأين الأنصار؟ بعض الإخوة قل المسجد ما نستطيع ندخل عليه من الرائحة، حتى يعني واحد ما يكلف نفسه يدفع أنينة عطر، ويأتي أناس في الليل ينامون، وبدل أن ننام أذهب إلى بيتي وتذهبون إلى بيوتكم، والبعض يعرف قيمة هذا الأمر أن ينام المرء في الشارع، وكثير من الشباب ناموا في الشوارع، تجده يتضايق وتجده متذمر، وهذا البلد لم يعد يسكن، كثر فيه المهاجرون كأنه هو من الأنصار. أيها الأحبة الأفاضل، ينبغي أن نأخذ دروسا وعبر، وأريد أن أركز على نقطة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، قال اذهبوا إلى هذه البلاد فإن فيها ملك عالم لا يظلم عنده أحد. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مثالا، كانوا منارات مضيئة، قمور، أقمار تمشي على الأرض، بأخلاقهم، بتواضعهم، بابتسامتهم، بسماتهم، بعدم اتكالهم على غيرهم، قاموا هم بدور مميز، فجعلوا من مقامهم أمرا استفاد منه أهل هذا البلد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فهو الفوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، فإني أعرج بالعناوين، ثم إن شاء الله تعالى نتدارس فيما بيننا بإذن الله تبارك وتعالى هذه المعاني العظيمة. من المعاني العظيمة أيها الأحبة مدح الله للمهاجرين والأنصار، وكيف أنهم يحرص بعضهم على بعض، وكيف أنهم تناصروا حتى ذكرهم الله تعالى وقال رضي الله عنهم. رضي الله عنهم، لا يجدون في أنفسهم حرجا ولا حاجة، ويؤثرون على أنفسهم ويحاولون أن يقدموا ما تيسر لهم، لذلك مدحهم الله بذلك، نصر الله هذه الأمة. لذلك الله تعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يكفي المرء أن أدبه الزمن المشرد على الطريق، واللي مات معه ولد، واللي غرق في البحر، واللي ظروفه صعبة، ولكن ينبغي أن يكون لنا دور. من وفقه الله وصل، والمقيمون أن يكون لنا دور. هذا البلد بلد دعوة، يحتاج منا إلى همة عالية، ما فقط والله نأكل ونشرب ونشرب ونتمتع وينسى بعضنا بعضا، يعني بين قوسين كالأنعام. لا لازم يكون لنا أهداف، ولا لازم يكون لنا دور. هذه الهجرة لم تمدح لذاتها، لكن المبادئ التي قامت عليها. لذلك لم تكن بداية رأس
سنة من ميلاد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لم تكن من موته عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت بداية للهجرة لما تحمل من معاني عظيمة ومن مبادئ راقية. إن من الدروس التربية على الصبر، الله تعالى سيمتحن المؤمنين، لذلك ينبغي علينا أن نصبر وأن لا نحزن، ويا ينبغي علينا أن لا نيأس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن إن كنتم مؤمنين. لا ينبغي على المؤمن أن ييأس، المؤمن لا ييأس من رحمة الله. قد رأينا بني إسرائيل، بنو إسرائيل 40 سنة وفرعون جاث على صدورهم أو أكثر، والله تعالى بعد ذلك نصرهم. الصحبة الصالحة مهمة، خاصة ما نعيش من أبنائنا وبناتنا. الصاحب ساحب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار من في صحبته؟ أبا بكر. فينبغي أن نختار الصحبة الصالحة لأبنائنا وبناتنا، لأن الصاحب ساحب يسحب إما إلى خير وإما إلى شر. هذه الرحلة تعلمنا اليقين والثقة بالله عز وجل. وصل المشركون إلى باب الغار، كلنا يعرف القصة، كلنا يعرف القصة. قال أبو بكر ماذا نفعل؟ وصلوا، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآه. فقال صلى الله عليه وسلم قول الواثق بربه، كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، قال ما ظنك باثنين الله ثالثا. هذا اليقين نحن نحتاجه اليوم، ولكن هذا لا يعلم في المدارس، لازم نعيشه نتشربه. اليقين على الله والاعتماد على الله والثقة بالله، ليس بأحد ولا بفلان ولا بعلة، أن تعتمد على الله تبارك وتعالى، ولمن توكل على الله كفاه. والله تعالى سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين بعد أن توكلوا ووثقوا أنه سبحانه وتعالى هو الناصر. معجزة الهجرة كثيرة، كما تعرفون من ورقة أو فيما حينما صراقة بن نوفل وغيره من القصص التي مرت في معجزاته صلى الله عليه وسلم. أهمية الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله، يعني المعجزات تنزل ولكن لازم نأخذ بالأسباب في كل مجالات الدنيا، وأن نختار من يكون مناسبا في المكان المناسب في الوقت المناسب. اختار النبي عليه الصلاة والسلام رجل من غير المسلمين دليل، ولكنه كان أمينا وكان مدركا في الطريق. أهمية الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله، هذا نحتاجه في كل مجالاتنا. أيها الأحبة الأفاضل، عام يذهب وعام يجيء، والله تعالى يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. حينما تنظر إلى الشجر كيف تتساقط في الخريف، كذلك حالنا، بس يموت الواحد تسقط ورقته ويسقط يومه إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. إن من معاني الهجرة هجرة المعاصي والرزق، فاهجر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إن معاني الهجرة الأمانة وأدائها إلى أهلها، الهجرة كلها دروس وعبر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يأخذ بأيدينا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سواء السبيل وأخرجنا ربنا من الظلمات إلى النور. اللهم اشف مرضانا ولا وجرحانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا وحرر بلادنا. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، كن للضعفاء والمساكين والمشردين والمسجونين في سبيلك، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأرنا فيه عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، وقهم شر الفتن ما ظهر منها وبطن. آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم ربكم.